الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في هذا الدين بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن أحب الأشهر إلى الله الأشهر الحرم وأحب أشهرها إليه شهر ذي الحجة وأفضل أيام ذي الحجة وأفضل أيام ذي الحجة العشر الأول التي أقسم الله تعالى بها في كتابه تبارك وتعالى فقال والفجر وليال عشر وهي العشر الأوائل من ذي الحجة كما رجح ابن عباس وغيره من الصحابة الكرام بل هي أفضل أيام الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا الأيام العشر رواه ابن حبان قال ابن حجر في الفتح والذي يظهر أن السبب في امتياز هذه العشر من ذي الحجة لمكان اجتماع العبادة أو أمهات العبادة كلها وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يأتي ذلك في غيره أيها الناس فهذه النصوص وغيرها تدل على أن أيام العشر من ذي الحجة أفضل من سائر أيام السنة حتى أفضل من الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان إلا أن ليالي شهر رمضان خير وأفضل من ليالي ذي الحجة لاشتمالها على ليلة القدر وإنها والله لنعمة أنعمها الله تعالى علينا لنجدد علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى دائما ولنستشعر بمعية الله وقربه إلينا ولنحتفل بأخوتنا والرابط الإيماني الذي يجمعنا بأننا أمة واحدة أما من ناحية الأعمال ففيها الأعمال الصالحة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنها ما من أيام أفضل أو ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم أيضا ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله الأعمال فيها من هذه الأيام العشر فأكثروا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أي قولوا سبحان الله مرارا والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فينبغي للمسلم أن يستقدم ويستفتح هذه العشر بتوبة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من الأعمال الصالحة فإن الأجر فيها أعظم والحسنات فيها أجل وأكرم وهنا يحسن أن ننبه لأمر مهم فكما أن الحسنات والأجر أعظم في هذه الأيام كذلك السيئات والمعاصي أشد وأعظم وذلك لشرف هذه الأيام عند الله تبارك وتعالى
فاحرصوا على تجنب السيئات والمعاصي قدر المستطاع واستغفروا الله على الفور ولا توانوا وأتبعوا السيئة الحسنة تمحها إن شاء الله. أما بالنسبة للأعمال الصالحة، من أهم الأعمال الصالحة في هذه الأيام وأفضلها أولا الصلاة على وقتها والإكثار من النوافل. قال ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك بها إليه درجة وحط عنك بها خطيئة، رواه مسلم. ثانيا يستحب للعبد الصيام الكثير من هذه الأيام، لأن الله تعالى يقول كما جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فيستحب عند جمهور العلماء أن نكثر من الصيام من الأيام في هذه العشر لكونها من الأعمال الصالحة. ويقول الإمام النووي: هو استحباب أشد استحبابا. وعلى الأقل فإذا كنت لم تستطع أن تصوم جميع الأيام فصم اليوم الكبير وهو يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اليوم التاسع من ذي الحجة كما قالت عائشة رضي الله عنها، أي يوم عرفة. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا اليوم فقال: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، رواه مسلم. ثالثا يستحب أو يسن للعبد أن يكثر من التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح، ويكون ذلك في أي صفة تشاء، وجهرا للرجال دون النساء في المنازل والمساجد والطرقات إن شاء الله. رابعا الأضحية، يستحب لمن يستطيع أن ينوي بتقديم الأضحية بعد انتهاء العشر الأوائل وفي أوائل أيام العيد من عيد الأضحى إن شاء الله، وإن أجر هذا الصنيع لعظيم. فإذا نوى أحدكم أن يضحي فإنه يستحب عند جمهور العلماء أن لا يأخذ من شعره وأظفاره وجلده شيئا حتى يضحي، وهذا النهي هو من باب الكراهية عند الجمهور، وقد حرمه البعض من أهل العلم. ووقت هذا النهي من غروب شمس ليلة أول يوم من أيام شهر ذي الحجة، وينتهي بذبح الأضحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. ومن الأعمال الصالحة التي ينبغي الإكثار منها إعانة الأهل والإخوان والصفح والعفو والغفران وإفشاء السلام وصلة الأرحام والدعاء، فالله حنان على عباده منان، والصدقة فهي برهان، وتجنب الذنوب والسيئات والاستغفار فإنه يمحو الآثام، والصلاة بالليل والناس نيام تدخل الجنة إن شاء الله بسلام. My brothers and sisters in Islam, there are no better months in the entire year than what Allah calls the forbidden months, and they are four. And among these four forbidden months, the most important month, the most beloved to Allah among them, is the month of Dhul Hijjah, which we are in right now. And we are now in the second day. And within this month of Dhul Hijjah, the best days are the first 10 days of Dhul Hijjah, which Allah subhanahu wa ta'ala loves the most. Allah subhanahu wa ta'ala swears oath by these 10 days in Surah Al-Fajr, where he says, and by the dawn and by the 10 nights. Ibn Abbas radiallahu anhu and other companions said, these are the first 10 days of Dhul Hijjah. My brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam even said,
that these days are the best days in the entire world, better than every other day during the entire year. And the great Ibn Hajar, the great scholar, said the reason probably for these 10 days to be the most important and beloved is because within them there are all the actions of worship that occur, that do not occur in any other month other than it, such as fasting, prayer, hajj, sadaqah. All of them happen here. My brothers and sisters, these days are even better than the last 10 days of Ramadan, except that the nights of the last 10 days of Ramadan are better than the nights only of Dhul Hijjah. As for the daytime, they are the best. There is no better day. My brothers and sisters in Islam, for this reason, we must increase in our good actions and good work in these 10 days. And we must enter into these 10 days, every Muslim should enter it, by seeking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala as an introduction. Clear yourself from the past sins as much as you can and ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you. Then increase in all the good acts. For wallahi, in these days, every good act is higher and greater and more magnanimous than any other day. But at the same time, the sins and disobedience to Allah in these 10 days are also magnanimous and mean more seriously than any other days. Why? Because sins in the days which Allah subhanahu wa ta'ala has honored for himself are greater and more serious than other days. Therefore, if you do a sin in these days, do not wait. Immediately repent to Allah subhanahu wa ta'ala and say astaghfirullah. Do not delay. And if you do a sin, follow it up with a good deed. The good deed will wipe it away, inshallah, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said. The Prophet, peace be upon him, said, there are no days that are more beloved to Allah in doing good acts than these 10 days. The companion said, O Rasulullah, even going to fight in the cause of Allah and dying? He said, even that, except for a person who goes out with his own self and his own wealth and does not return with any of them. Meaning, brothers and sisters, these 10 days, nothing can match them, even the life of a person fully given for the sake of Allah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam also said, there are no greater days than these 10 days, and there are no actions that are more beloved and closer to Allah than these 10 days. Then he said, increase in repeating the following words, Subhanallah, Allah is the great, Allah is most glorified, Alhamdulillah, La ilaha illallah, and Allahu Akbar. Say them out loud in the mosque, say them out loud at home, say them in your car, say them when you're walking. And it is preferable for the men to say them loud and the women to say them silently. My brothers and sisters in Islam, what a great time for Allah subhanahu wa ta'ala to choose it for us. What a great blessing that he has given us, for it reminds us of Allah. It shows us how Allah is close to us. It shows us how Allah subhanahu wa ta'ala is always with us and he only wants the best for us. It is a mercy. It also shows us the connection and the oneness and the unity between all of the Muslim ummah all around the world. As we celebrate this time and as we do good acts with all our brothers and sisters, including the ones who are in Hajj right now. Brothers and sisters, among the good deeds that we can do in these 10 days are the following. To pray your prayers on its time. Try your best not to delay the time of Salat. And increase in voluntary actions of Salat, like your sunnahs and the other voluntary Salat. For a companion said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him, pray and make sujood to Allah as often as you can. For wallahi, every sajda that you make, Allah subhanahu wa ta'ala brings you closer to himself and he will bring you and he will take away from your sins and from your bad actions more and more. My brothers and sisters in Islam, among the things that we can do also is to fast as many days as we can from these first 10 days. The majority of scholars said to fast most of these days, or all of them, is among the highest virtues of Islam. If you cannot fast all the days, then at least do not let the day of Arafah, fasting the day of Arafah, pass you. When is that day? The day of Arafah is the ninth day of Dhul Hijjah. Aisha radiallahu anha says that the Prophet sallallahu alayhi wasallam never missed the ninth day of Dhul Hijjah except that he fasted it. The Prophet, peace be upon him, told us about that day of Arafah, saying, I
hope from Allah subhanahu wa ta'ala, and I have asked him that whoever fasts it, all their sins 1 year before to be forgiven and 1 year forward to be forgiven, insha'Allah ta'ala. Among the virtuous deeds in the 10 days is also repeating the words subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, and la ilaha illallah. Among the virtuous deeds also in these days is to intend, make the intention to do an udhiyah. The udhiyah is done, of course, after the 10 days have finished and within the first 4 days of Eid al-Adha. Whoever makes the intention to do an udhiyah, the rewards are amazing and cannot be counted. For in the udhiyah, we share our food and we share our blessings that Allah has given us with all our brothers and sisters all around the world. We share the happiness and celebrate with our friends and our family by eating from this udhiyah as well. So whoever is able to do an udhiyah, then do it. It is one udhiyah, one qurban per household if you want to do it. And this is the recommended sunnah according to the consensus of the scholars. But whoever wants to do the udhiyah, it is recommended that you do not take any of your hair off from your body. Don't touch any hair or any skin. According to the majority of the scholars, this is disliked. And according to a minority of the scholars, this they consider it to be forbidden for whoever is going to make the udhiyah. Brothers and sisters in Islam, and among the virtuous deeds is, of course, connecting your family ties, being good to your parents, doing less and less of your sins and disobedience to Allah. Pray in the night when everyone else is asleep. Forgive and forget from those who have wronged you if you can. Increase in your good deeds wherever you can and wherever you are able to. And insha'Allah, it'll be a reason to enter paradise in peace. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهديه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم طهر مجتمعات المسلمين من جميع المنكرات. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، وتقبل منهم طاعتهم يا رب العالمين. اللهم أعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من الصائمين صيامهم، ومن المضحين ضحاياهم، واجعل ذلك ذخرا لهم. اللهم اغفر لنا وتقبل منا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.